من رخص السفر أيضا قصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، ويشترط فيها 3 شروط أن يؤديها في وقتها. فإذا أصبحت قضاء فالأرجح عند الشافعية أو الأظهر كما يقول الغزالي أن تقضى 4. من الشروط أن ينوي القصر، فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام. الشرط الثالث ألا يقتدي عند الشافعية، ألا يقتدي بمقيم أو بمسافر يتم صلاته، فإن فعل فأتم صلاته. متى يبدأ السفر؟ يبدأ السفر أو القصر بمفارقة عمران البلد، وإذا تجاوز عمران البلد فله قصر الصلاة. نهاية السفر تكون بأحد 3 أمور: العودة إلى عمران البلد، الثاني إذا أراد أن يقيم في البلد الذي يسافر إليه أكثر من 3 أيام فصاعدا على مذهب الشافعي. إذا أقام في موضع 3 أيام سوى يوم الدخول والخروج، أكثر من 3 أيام غير يوم الدخول والخروج، ليس له الترخص، وإنما يترخص بالقصر في يوم الذهاب ويوم الإياب. أما إذا أقام 3 أيام فله القصر خلال يوم الذهاب ويوم الإياب و3 أيام التي يقيمها في تلك البلد. ومسافة السفر كل ما يطلق عليه سفر عرفا، وعند الشافعية أن تكون ما يقارب 85 كيلومتر فما فوق. من الرخص أيضا الجمع بين الصلوات، وذلك جائز في كل سفر طويل وسفر مباح، وفي جوازه في السفر القصير قولان: القول الراجح عند الشافعية عدم جواز الجمع والقصر في السفر القصير، أما عند ما رجحه صاحب المغني وابن قدامة المقدسي من الحنابلة، وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فكل ما يطلق عليه السفر ولو كان قصيرا يجوز فيه الجمع والقصر. في جمع الصلاة إذا هناك جمع تقديم وجمع تأخير. جمع التقديم أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، تمام، وينوي في البداية أنه يريد جمع تقديم، يؤذن للظهر يصلي ثم يقيم للظهر، بعد أن يفرغ من صلاة الظهر يقيم مرة ثانية العصر ويصلي العصر. نعم، وأيضا الجمع التأخير العكس، يؤخر الظهر إلى وقت العصر، كذلك الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. ومن أيضا من أعذار الأعذار المبيحة للجمع، يقول الغزالي جمع المطر، وهو سنة عند أو جائز هذا الجمع للمطر عند الشافعية كما رجحه الغزالي. من السنن أيضا أو من الرخص في السفر صلاة النافلة وهو راكب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به دابته، وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، وليس على المتنقل الراكب من ركوع أو سجود، وإنما يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يجب عليه استقبال القبلة إلا عند تكبيرة الإحرام. والغزالي هنا يرجح أنه لا يجب عليه استقبال القبلة لا في بدء الصلاة ولا في دوامها، ولكن قبلته صوب الطريق الذي يمشي به. نعم، وهذه أيضا من الرخص. من الرخص أيضا التنفل، أي يصلي النافلة وهو ماشي، وهو جائز في السفر ويومئ بالركوع والسجود، ولا يقعد للتشهد لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة، وحكمه حكم الراكب، لكن ينبغي أن يستقبل القبلة عند الإحرام. وكذلك هذه الرخصة لكل هارب من عدو أو هارب من سبع أو سيل، فإنه يصلي فله أن يصلي الفريضة راكبا أو ماشيا كما ذكرنا في النفل.
من رخص السفر الفطر للصائم، فللمسافر أن يفطر إلا إذا أصبح مقيما ثم سافر، فعليه إتمام ذلك اليوم عند الشافعية. وإن أصبح مسافرا صائما ثم أقام فعليه الإتمام. والصوم عند الشافعية أفضل من الفطر، والقصر أفضل من الإتمام للخروج من شبهة الخلاف. آداب الرجوع من السفر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد أو قفل من غزو أو حج أو عمرة أو غيره يكبر على كل شرف مكان مرتفع من الأرض 3 تكبيرات، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وإذا أشرف على مدينته قال: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا، ثم ليرسل إلى أهله من يبشرهم بقدومه كي لا يقدم عليهم بغتة فيرى ما يكرهه، ولا ينبغي أن يطرق على أهله ليلا. كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم دخل المسجد أولا وصلى ركعتين ثم دخل بيته. بهذا القدر أحبابي الكرام نصل إلى نهاية هذه المحاضرة عن آداب السفر. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.